انا زعلانه منك كده برضو، كل دي غيبه اخسى عليك. انا اقدر يا لولا، ده انت روح قلبي، بس الدنيا مشاغل وانت فاهمه. المهم عامله ايه مع حاله امه؟ هعمل ايه يعني، ادي بيرازي فيا وبرازي فيه لما اشوف اخرتها. لا اخرتها فل الفل ان شاء الله. اصبري على الزبون لما يستوي عشان الفيلم بتاعنا يخلص. ماشي اديني صبر. المهم انا بعت البواب عشان يجيب لنا اكل نتغدى سوا. الله الله الله، هو حاله امه مش جاي النهارده ولا ايه؟ بقاله اسبوع بيجي متاخر، اصل المدير بتاعه مخنوق منه ومستقصده، بيخليه اخر واحد يمشي في الموظفين. بس هو يا لولا اوعي يطب علينا وتبقى مشكله. كده برضو وانا بلعب، هنتغدى ونريح شويه كمان. الله 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 الله، يعني نظبط المسائل ونعيش حياتنا. ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. قشط عليك يا لولا يا اولى. تصدقي بنت لولا، تصدقي بالله انت وحشاني موت. وانت كمان. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ على فكرة يا عمر انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ من الواضح كده ان انا فاهم صح. لا مش عايز دماغك تروح بعيد. انا عايزك تخرس خالص. انت النهارده لازم تموت. لا اسمع بس، ده باين عليها ليلة هتبقى غامقة. استنى عنك، استنى. معاكي ربنا يا لولا. انت اللي طلعتي جبانة وقذرة. لا 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 يا عمر، انا هفهمك. انت تخرسي خالص. لازم تموتي. يا عمر لا تموتي، واغسل عاري بايديا. لولا لولا ردي عليا يا لولا. لولا ردي عليا يا لولا. ست لولا. يا لولا انا جبت الطلبات. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا استاذ عمر؟ معرفش، انا دخلت الشقه لقيتها مرميه على الارض. اتصل بالاسعاف بسرعه. حاضر. بسرعه. حاضر. لولا رد عليا يا لولا. يا نهار اسود امي. الحمد لله على سلامتك. هو ايه اللي حصل؟ انا فين؟ انت في المستشفى. مستشفى ليه؟ ولا حاجة، اكتشفت خيانتك مع خالك مليجي وكنت عايز اقتلك. ومين اللي جابني هنا؟ للأسف انا. بجد يا عمر؟ يعني ما هنش عليك تسيبني اموت؟ ما هنش عليا اضيع نفسي اكتر من كده. بقى كده؟ عايزين نعمل ايه يعني؟ ده انا شايفك بتخونني قدام عينيا. لا يا عمر انت غلطان. فعلا غلطان عشان عرفت واحده حقيره زيك. يا عمر شت، ما تنطقيش اسمي على لسانك النجس ده. انا كنت اعمى وخلاص فتحت. انت عملتي فيا ايه؟ خسرتني اهلي وناسي واصحابي وورثي، عزلتني عن العالم كله. ده انت ضيعتي مني حتى نفسي. خلاص يبقى تطلقني وتدفع لي مؤخرا، وساعتها بقى كل واحد يروح لحاله. انت ليك عين بعد كل اللي عملتيه؟ ده حقي بالشرع والقانون. ده بعينك يا لولا مش هطلقك، وهسيبك كده زي البيت الواقف. ولو عرفت انك على علاقه مع حد تاني وانتي على ذمتي، اقسم بالله هلبسك قضيه زنا وارميكي في الحبس. بقى كده؟ وعد مني يا لولا، مش ههنيكي لحظه واحده طول ما انتي على ذمتي، لغايه ما تقولي حقي برقبتي وتخلعي نفسك بنفسك وتردي لي بقى شبكتي وفلوسي اللي صرفتهم عليكي. ساهر ده ما يعرفش يعمل حاجه، ده فنجري بقى على الفاضي، واني هعرفه مقامه كويس وهخليه يمشي على العجين ما يلخبطوش. انا خايفه قوي يا طاهر على حسام، لا ساهر ينفذ اللي في دماغه وياخده مني تاني. لا لا ما تخافيش ما تخافيش، طول ما انا عايش على وش الدنيا محدش هيعرف يمس منك شعره واحده، لا انت ولا حسام. ده أنا طاهر المصطهي اللي الناس كلها تعرف تمامه ايه. بجد يا طاهر؟ الا بجد يا شاهين. ده انت متجوزه راجل مفيش منه اتنين في الزمان ده. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك يا غاليه. بقول لك ايه، سيبيلي الموضوع ده وانا هتصرف. وصلتني اخبار عن الواد دياب انه خلص في بضاعه مع جماعه صينيين، وانه نازل بيها في السوق بتقله عشان يضربني، وانا لا يمكن هسكت على كده.
والبضاعة دي مختلفة عن البضاعة بتاعتنا؟ شبهها بس صيني يا ريان. وطبعا الصينيين عرضوا عليها اقل سعر عشان ترسل مصلحة عليهم. على العموم دي طبيعتهم، هم يحبوا كده يدوك اقل سعر عشان ياكلوا السوق كله ببطنهم. مش محتاجة كلام يا عم دولار، ده شيء مفروغ منه. بس وعزة جلالة الله لا تفحها له دم. هموته بالبطيء. واي حد من التجار هيفكر يدخل حته سلاح من ورايا هموته بيها هو وعيلته واهله كلهم. من هنا وراح مفيش رحمه، واللي هيرشنا بالميه هنرشه بالدم. اهدى بس يا فوكس، خلينا نفكر، وكل عقده وليها حلال. احنا عايزين نفكر وكل حاجه هتبقى قسطه ولعله خير ان شاء الله. مفيش حد يفكر غير العلم، انا بس اللي افكر. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ مساء الخير يا متر. انت مين؟ اعرفك بنفسي، اني طاهر المصطهي جوش هندة طليقتك. وجاي هنا برجلك؟ وما جيش ليه؟ هو احنا عملنا حاجة غلط؟ انت طلقته واني اتجوزته؟ انا هندمها على عملتها دي، والوقت هاخده في حضنتي. ويهون عليك، يهون عليك تحرم ام من ابنه؟ وحد كان قال لها تروح تتجوز واحد تاني غير ابوه؟ ما انا جاي عشان اطمنك، بقول لك ما تقلقش، ابنك في عيني وهيتربى احسن تربيه. انت بتخرب وبتقول ايه؟ الواد ده انا هاخده وبالقانون. ماني عارف انك تقدر تاخده بالقانون، بس يا عيني انت اللي مش عارف ايه اللي ممكن يجرالك بعد ما تاخده بالقانون. ممكن لا قدر الله يجرالك حادثه وتروح فيه، وساعتها احنا هنرجع ناخده تاني وبالقانون برضو. انت بتهددني ولا ايه؟ انا ما بهددكش، ده كلام برضو. انا هددك؟ انا جاي عشان انصحك. من مصلحتك ان ابنك حسام يتربى في حضن امه، بدل ما تحاول انت تاخده ويجرى لك حاجه وتروح فيه والواد يعيش يتيم الاب. الزم حدودك واعرف انت بتكلم مين. انا عارف انا بكلم مين، عارف يا متر، بس الظاهر ان انت اللي مش عارف انت بتكلم مين. هتكون مين يعني؟ انا الفلوس اللي ملهاش اخر، انا العلاقات اللي ملهاش حدود، انا الاجرام اللي عمرك ما شفته. ده لو فكرت تضايقني او تهوب ناحيه شاهين ده مراتي. برد، اطلع برد. ماشي، انا همشي، بس انا عملت اللي عليا، حذرتك اياك تهود ناحية شاهندي. سلام يا متر. تعالوا رجالة، اتفضلوا اتفضلوا. قلقانين ليه؟ البضاعة اهي قدامكم زي الفل، والعملية ماشية عالي العال. بطل قر يا منير. ماشي بطل قر، هبطل. بقول لكم يا رجاله، ما تدخلوني معاكم كده، اساهم معاكم في الصفقه دي، يعني اخش معاكم بنسبه كده، اشتغل وياكم بدل ما شغلتي بس اخزن البضاعه بتاعتكم، وكل ما تبيعوا بيطلع لي نسبه ملاليم. وماله؟ ارمي بياضه وقول لنا تقدر تخش معانا بكام. حلو الكلام، انا مستعد كده في الاول كده اجرب معاكم بمياية. مياية كيف يعني؟ 100,000 جنيه. يا دين النبي يا جدعان، كل دي فلوس يا منير؟ بقى معاك المبلغ ده كله يا راجل ومخبي علينا؟ اهلا اهلا يا رجاله. ده ايه اللي جابك هنا ولا؟ ابدا يا ابو نسب، انا جيت اشرب لي ازازه كبيره كده على الماشي وخارج على طول. مين الراجل ده؟ لا عادي، ده واحد بيسكر يعني، سيبوكوا منه. يعني في حاجه عن موضوعنا؟ عارف كل حاجه وحياتك. مين الراجل ده يا منير؟ ما تقلقش منه، ده واحد اسمه شلبي جوز اختي، بس ما تقلقوش، ده ستره غطى علينا. طب احنا يعني وجعت قلبي؟ عفارم عليك يا ابو نسب، صحيح انا ستره غطى عليك. اسكت اسكت. طب خلي بالك على البضاعة يا منير، تحطها في حباب عينيك. سلام. سلام، ما تقلقوش يا رجالة، كله تمام. ايه اللي انت هببته ده؟ ايه؟ جرايه يا عم، وانا عملت حاجة؟ قلقت الرجالة مني، خوفتهم مني. بالعكس يا منمنى حبيبي، ده انا حبيت اظهر لهم في الوقت المناسب عشان يعرفوا ان وراك رجاله حافظين سرك. رجاله؟ هي فين الرجاله دي؟ موجودين وحياتك يا سيد الرجاله، واديك انت اهو واحد منهم.
ايدك بقى على 2000 جنيه 2000 جنيه؟ ايه بتوع ايه ال 2000 جنيه دول؟ تمن سكوتي. لا حقك ولا شلل حقك. اتفضل. هي 200 جنيه مفيش غيرها. ازاي الكلام ده؟ الارض دي ارضنا واحنا حاطين ايدينا عليها ابا عن جد. اديك قلتها. حاطين ايديكوا عليها. يعني مش ارضكوا. ومن الاخر كده الارض دي عجبتني. واني طردتكوا منها وحطيت ايدي بدل ايديكم. حد عنده مانع؟ ايوه بس انت كده بتاخد حاجه مش بتاعتك. يعني هي جت عليا. الارض اصلا مش ارضكم وانتوا واخدينها بالقوه وضع يد يعني. واني دلوقتي لقوي والقوي هو اللي بيركب. مش مكفيك الاراضي اللي انت حاطط ايديك عليها؟ اللعبه حلوه بصراحة. اللعبة حلوة وعجبتني والبحر بيحب الزيادة. أيوة بس انت كده بتزود النار وبتشعللها. ما يشعللش النار إلا اللي يعرف يطفيها. ومن الآخر أعلى مفخلكوا ركبوه لأني هعرف أوقعكم من عليه. لأن أنا طاهر المستاهل. يعني الفلوس والنفوذ وقلة الأصل مطحونين في بعض. ومن الآخر كده اللي هيجي ناحية الأرض دي أنا حموته وقتي. ده آخر كلام عندك؟ أيوة آخر كلام عندي. ولو شفت خلاقكوا دي تاني أنا حفرمكوا تحت رجلي. طب إحنا وإنت والزمن طويلة طاهر. برا برا. مظبوطين قشطة. قام بيجي. مهلك يا عم؟ ما تفرفش كده وتروق. تقلقش انا اتصلت بالمستشفى اطمنت عليها والحمد لله خلاص بقت زي الفل وعدت مرحله الخطر. بجد يا موني ربنا يطمن قلبك يا حبيبي. بس انت ما تعرفش الاولى دي غاليه عندي قد ايه. دي حبيبتي ومصلحتي ولقمه عيشي. انت عارف ان الاولى دي لو جرى لها حاجه انا ممكن اموت من الجوع. ما تشر عليك يا راجل من الجوع. ما تقولش الكلام ده عيب بقى. طب تصدق بمين؟ ان انا من يوم لولا دي ما رقدت وانا مفيش جنيه دخل جيبي. انت كده هتخليني اعيط بجد يعني. طب بقول لك ايه؟ ايه رايك بقى لو اديت لك 5000 جنيه حته واحده؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انت عارف انا بتاع هزار، انا بتاع جد على طول، بس عايز اطلب منك طلب صغير قد كده. يا عم صغير ولا كبير؟ امرني. انت عارف الواد شلبي؟ الواد شلبي زوجتي بتاع المجاري ده. اه عاوزك تسلكه.